بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى أبنائي وبناتي طلبة السداسي الخامس في مادة قانون التحفيظ العقاري والحقوق العينية. هذه هي المحاضرة الثانية، حيث سبق لنا وأن ألقينا محاضرة عامة كانت عبارة عن مدخل لفهم النظام العقاري المغربي الذي يتسم بالتعددية، تعدد الأنظمة العقارية وتعدد العقارات في المغرب، وألقينا نظرة موجزة حول هذه الأنظمة العقارية وحول الازدواجية وكذلك حول نظام التحفيظ العقاري في المغرب إبان صدوره إلى اليوم والتعديلات التي لحقته سنة 2011 بمقتضى القانون 0714، حيث تعرضنا لتعريف التحفيظ العقاري وكذلك لفوائد التحفيظ العقاري. اليوم سوف نواصل الحديث في مادة التحفيظ العقاري، لأنه سبق وأن قلنا أيضا في الحصة الماضية بأن الدراسة نقسمها إلى قسمين أو شطرين. القسم الأول يتعلق بالتحفيظ العقاري، والقسم الثاني يتعلق بالحقوق العينية. إذن في هذه الحصة سنواصل الحديث عن التحفيظ العقاري، وكنا قد توقفنا عند نقطة تتعلق بالتحفيظ العقاري بين الاختيارية وبين الإجبارية، أو بعبارة أخرى، هل نظام التحفيظ العقاري في المغرب يتسم بالاختيارية أم بالإجبارية؟ التشريع العقاري كما سبق رأينا بأنه يتسم بالإزدواجية، هناك عقارات محفظة وهناك عقارات غير محفظة. وقلت لكم أيضا في الحصة الماضية بأن أغلب العقارات في المغرب، يعني يفوق 70% منها، عقارات غير محفظة، ولذلك نظام التحفيظ العقاري في المغرب غير إلزامي وإنما اختياري. بعبارة أخرى، من أراد أن ينخرط في نظام التحفيظ العقاري وأن يدخل مسطرة التحفيظ العقاري وأن يحفظ عقاره فله ذلك، ومن أراد أن يبقي على عقاره دون تحفيظ فله ذلك أيضا. وهكذا نجد بأن اختيارية التحفيظ العقاري في المغرب جاءت بمقتضى نص قانوني صريح، نص الفصل السادس من ظاهر التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 0714، على ما يلي: التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب التحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا، بمعنى أن التحفيظ عملية اختيارية، من أراد أن يحفظ فله ذلك، ومن أراد أن يترك عقاره دون تحفيظ فله ذلك، إلا أنه من قدم طلب التحفيظ فلا يمكن له أن يسحب هذا الطلب مطلقا. طبعا لماذا الاختيارية في نظام التحفيظ العقاري؟ أولا التدرج في عملية التحفيظ، لأن عملية التحفيظ ومسطرة التحفيظ مسطرة معقدة ومسطرة طويلة وتتسم بمجموعة من الإجراءات، لذلك فنظام التحفيظ العقاري يحتاج إلى مقومات مادية وبشرية، وهذه المقومات المادية والبشرية المحافظات التي توجد على الصعيد الوطني لا يمكن لها أن تقوم بعملية التحفيظ في ظل الظروف، سواء منذ تاريخ انطلاق عملية التحفيظ في المغرب إلى وقتنا الحاضر، رغم أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقاري والمصح العقاري والخرائطي تشجع الناس على الإقدام على عملية التحفيظ نظرا لما فيه من فوائد جمة. أيضا الناس من تلقاء أنفسهم عندما يعرفون فوائد التحفيظ العقاري وأن العقار المحفظ ليس هو العقار غير المحفظ، العقار المحفظ له قيمة اقتصادية أكبر، العقار المحفظ يطهر العقار من جميع التحملات ومن جميع الشوائب ومن جميع النزاعات، وبالتالي فمن له عقار محفظ فهو مطمئن على ملكيته، بخلاف العقارات غير المحفظة التي يمكن أن تكون مثارا للنزاعات ويمكن أن تكون سبيلا للاستيلاء عليها بوسائل مشروعة أو غير مشروعة. أيضا التحفيظ من الناحية المادية مكلف، ولذلك فالمشرع المغربي جعل عملية التحفيظ العقاري عملية اختيارية، من أراد أن يدخل فيها في ذاك ومن أراد
أن لا يدخل فيها فذلك شأنه. ولكن هناك حالات استثنائية جعلها المشرع المغربي حالات إلزامية، بمعنى نخرج من الاختيارية وندخل في الإجبارية، يكون فيه التحفيظ إجباريا. نشير إلى هذه الحالات باختصار شديد. أولا التحفيظ الإجباري بقرار من المحكمة، الفصل 8 من ظاهر التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بمقتضى القانون 0714، عندما تأمر به المحكمة أثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه، فيكون هنا التحفيظ إلزاميا. وكما قلنا عندما تأمر به المحكمة في أثناء إجراءات عملية الحجز العقاري. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التحفيظ الإجباري لأملاك الدولة الخاصة حالة التعرض على تحديدها. هناك مسطرة خاصة في تحديد أملاك الدولة الخاصة، عندما يحصل هناك تعرض على هذه الأملاك يصبح التحفيظ أمرا إلزاميا طبقا لظاهر 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة الخاصة. يكفل لكل مدعي بحق عيني على هذه العقارات بأن يسلك بمسطرة التعرف على عملية التحديد، وذلك في مدة 3 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. هذه هي الحالة الثانية، أي التحفيظ الإجباري لأملاك الدولة الخاصة أثناء جريان عملية التحديد الإداري. الحالة الثالثة مقايضة عقار محبس تحبيسا عموميا. كما نعلم بأن العقارات الموقوفة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، العقار الموقوف لا يمكن حيازته ولا يسري عليه التقادم ولا يمكن تفويته، ولكن يمكن مقايضته أو تبديله بعقار آخر. فإذا كان العقار مقايض به غير محفظ، أوجب المشرع قبل إتمام عملية المقايضة أوجب ضرورة خضوعه لمسطرة التحفيظ العقاري. أيضا هناك حالة رابعة بالنسبة للتحفيظ الإجباري، التحفيظ في حالة ضم الأراضي. ماذا نقصد بضم الأراضي؟ تكون هناك قطع أرضية لشخص واحد متناثرة ومتباعدة بعضها عن بعض الآخر، فيحصل أن يتم تجميع هذه القطع في مكان واحد ويعين صاحبها، يعني تعوض القطع المتناثرة بقطعة واحدة مجموعة، وهذا ما يسمى بتجميع القطع المتناثرة. فلكل مالك في نطاق معين، وإعادة توزيع الملكية بحيث يكون لكل مالك قطعة واحدة أو أكثر، وهذا يسهل عملية الاستثمار الجيد في هذه القطع. بدل من أن يكون الشخص مشتتا وموزعا بين عدة قطع متناثرة، فهنا عملي عندما يحصل هذا التجميع للقطع الأرضية يصبح تحفيظ إلزاميا وإجباريا طبقا لظاهر 20 يونيو 1960 الذي عدل في سنة 1969. هناك أيضا حالة خامسة يتعلق الأمر بالتحفيظ الإجباري في حالة التعرض على أملاك الجماعات السلالية التي تكون محل تحديد إداري. أراضي الجموع كما نعلم وكما سبق لي أن أشرت إلى ذلك في الحصة الماضية هي أراضي شاسعة في المغرب، تسمى بالأراضي الجماعات السلالية وأراضي الجموع، وهي أراضي تخصص لذوي الحقوق، أراضي تخصص للرعي وللحرث وأيضا للكراء في بعض الحالات، فيها أيضا بعض المقاليع ويتم استغلالها بواسطة المندوبين، وهذه الأراضي تقع تحت وصاية وزارة الداخلية. تقدر المساحة الإجمالية لأراضي الجماعات السلالية في المغرب بحوالي 10 مليون هكتار، يعيش منها حوالي أكثر من 10 ملايين نسمة، بمعنى شريحة عريضة من المجتمع المغربي التي تعيش على أراضي الجماعات السلالية. ينظمها ظاهر معروف بظاهر 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها. وهذا الظاهر تم إلغاؤه في غشت السنة الماضية سنة 2019، تم نسخه بمقتضى
طبعا ظهير جديد، وجاءت ثلاثة ضهائر تنظم أراضي الأملاك الجماعات السلالية. وهذه القوانين هي القانون 1762، وهذا القانون 1762 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. إذن هذا قانون 1762. ثم جاء القانون أيضا 1763، قانون 1763 متعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وأخيرا ظهير 1764 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري. الذي يهمنا هو التحديد الإداري لهذه الأراضي طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 1763 لسنة 2019 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية. نجد نص صريح: تتم مباشرة عملية التحديد الإداري للأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية وتصفية وضعيتها القانونية، وذلك بمبادرة من سلطة الوصاية على الجماعات السلالية أو بطلب من هذه الجماعات. ونحن نعلم بأن سلطة الوصاية هي وزارة الداخلية، أو أن يكون ذلك بطلب من المندوبين ومن الجماعة في حد ذاتها. وبذلك أن العملية للتحديد الإداري لهذه الأراضي عندما يبدأ فيه فيصبح إلزاميا ويصبح إجباريا بالنسبة لأراضي الجماعات السلالية. أيضا عندنا حالة أخرى من التحفيظ الإجباري، ويتعلق الأمر بالتحفيظ الإجباري للعقارات الزراعية عند التجزئة، عندما يقع تجزئتها طبقا لظاهر 25 يونيو 1960 لكل صاحب أرض زراعية أن يقسمها أجزاء للبيع أو الكراء قصد إقامة أبنية سكنية أو معدة للصناعة والتجارة، ويتعين الحصول على الترخيص لذلك. والفصل 10 من الظهير يلزم بأن يتم إجراء عملية التحفيظ العقار. إذن التحفيظ يكون هنا إجباريا للعقارات الزراعية عندما تتحول إلى تجزئات عقارية. وإذن هذه بصفة عامة الحالات المستثنات من الاختيارية. إذن إذا قلنا بأن الأصل هو الاختيارية، اختيارية التحفيظ العقاري، ولكن هناك هذه الحالات التي أشرت إليها التي يصبح فيها التحفيظ العقاري أمرا إلزاميا. وأريد أن أشير إلى أن في التعديلات التي عرفتها سنة 2011، التعديلات المتعلقة بظاهر التحفيظ العقاري هي التعديلات المعروفة ب 0714، تمت إضافة مسطرة جديدة بمقتضى الفصل 51-1 إلى غاية 51-19 تتعلق بالتحفيظ الإجباري. وبطبيعة الحال هذه المسطرة الجديدة مجموعة من الإجراءات التي يتعين اتباعها. يمكن لكم الرجوع إلى هذه المسطرة كما قلت لكم المنصوص عليها في الفصل 51-1 إلى غاية الفصل 51-19. بعد هذا ننتقل إلى موضوع آخر. بعدما أن تحدثنا عن التحفيظ العقاري بين الاختياري والإجبارية، ننتقل إلى إجراءات التحفيظ العقاري وما يسمى بمسطرة التحفيظ العقاري، وهي مسطرة هامة جدا، مسطرة تتسم بمجموعة من الإجراءات ومجموعة من المراحل التي يتعين اتباعها ابتداء من تاريخ وضع مطلب التحفيظ وانتهاء بصدور الرسم العقاري. إذن سوف نحاول أن نسلط الضوء على هذه المرحلة وهو ما يسمى بمسطرة التحفيظ العقاري. إذن نبدأ بدراسة مطلب التحفيظ، ثم مرحلة التحفيظ في حد ذاتها، ثم الرسم العقاري. وبطبيعة الحال نبدأ بمطلب التحفيظ. مطلب التحفيظ، كيف يقدم مطلب التحفيظ، وما هي البيانات الواجب توافرها في هذا البيان، ما هي المرفقات، وغيرها من الأمور التي ورد عليها النص
في ظهير التحفيظ العقاري. طبعا مطلب التحفيظ مسألة أساسية يعني كبداية العقاري، تبدأ كما قلنا بتقديم مطلب التحفيظ، وبعد ذلك تأتي صلاحية المحافظ بشأن مطلب هذا التحفيظ بقبوله أو عدم قبوله، ثم بعد ذلك كمسطرات تتعلق بإشهار مطلب التحفيظ، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التحديد التي يقوم بها المهندس أو من حددهم القانون لذلك صراحة، وطبعا المهندس الطبوغرافي الذي يقوم بهذه العملية وما يسمى بمهندس المسح العقاري، وما يصاحب ذلك أثناء عملية التحديد من عملية التعرضات، سواء كانت هذه التعرضات عادية أو كانت تعرضات استثنائية. سوف نتحدث عن التعرضات بتفصيل، ما المقصود بالتعرض، من لهم حق التعرض، كيفية تقديم هذا التعرض، ثم دور المحافظ بالنسبة للتعرضات، ثم إحالة الملف على المحكمة للنظر في هذه التعرضات أو عدم إحالته كإجراء الصلح مثلا بين الأطراف. إذن كل هذه المقتضيات ترتبط بمسطرة التحفيظ العقاري. نبدأ كما قلنا بمطلب التحفيظ. مطلب التحفيظ يقصد به ذلك الطلب الذي يتقدم به صاحب الملك أو من ينوب عنه بوكالة أو بنيابة شرعية، ويسمى هذا الشخص بطالب التحفيظ. وتقتضي من الدراسة بأن نشير من هم الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب التحفيظ، ثم ما هي الشكليات التي يتطلبها القانون في طلب التحفيظ من البيانات المرفقة بمطلب التحفيظ. أولا الأشخاص، من يحق له تقديم طلب التحفيظ، بالرجوع إلى الفصول خاصة من فصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري، نجد بأن هذا الظهير لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكره، بمعنى أن المشرع حدد على سبيل الحصر الأشخاص الذين يجوز له تقديم مطلب التحفيظ، بمعنى الأشخاص الذين لهم الصفة في تقديم مطلب التحفيظ: المالك أي مالك العقار، جوج الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها، ثلاثة المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء طويل الأمد، الزنا، الهواء، التعلية، الحبس، أربعة المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك، والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري. ثم أيضا أضاف المشرع في الفصل 11 يجوز للدائن الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه. ويضيف الفصل 12 أشخاص آخرين يمكن لهم تقديم طلب التحفيظ، يحق للنائب الشرعي أن يقدم مطلبا للتحفيظ في اسم المحجور أو القاصر حين تكون لهذا المحجور أو القاصر حقوق تسمح له بتقديم الطلب لو لم يكن محجورا أو قاصرا. إذن نلاحظ هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون طلب التحفيظ، المشرع اشترط وحددهم في الفصل 10، الفصل 11 والفصل 12. الفصل 12 خاص بالنائب الشرعي، الفصل 11 للدائن المرض، والفصل الأول فصل 10 مجموعة من الأشخاص الذين حددهم المشرع. وإذا قلنا مالك العقار وهو صاحب الحق الأصلي أو نائبه بصفته كما إذا كان يتوفر على وكالة، وسواء كان هذا الشخص شخصا طبيعيا إنسان أو كان شخصا معنويا كمؤسسة أو شركة أو غيرها. أيضا المشرع حدد في الفصل 10 الشريك على الشيوع مع حفظ حق الشركاء في الشفعة، وهي مسألة منطقية حق لهم أن يشفعوا. ثم كل شخص
يملك في العقار حقا من الحقوق التي حددها المشرع المرتبطة بالحقوق العينية، حق الانتفاع كما نعلم بأنه طبقا للمادة 79 من قانون الحقوق العينية هو حق عيني يخول المنتفع استعمال هذا استعمال العقار على ملك الغير واستغلاله، وينقضي لزوم بموت المنتفع، إذن حق الانتفاع. ثم حق السطحية، حق السطحية هو بنايات وأغراض تقع فوق ملك الغير، وقد حددها المادة 116 من ظهير الحقوق العينية. أيضا الكراء طويل الأمد الذي أصبح حاليا ما بين 10 و40 سنة، فوق يعني يفوق 10 سنوات ولا يتجاوز 40 سنة. وأيضا بالنسبة لحق الزنا وحق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي يشيده على نفقته فوق أرض الغير، المدة أيضا يجب أن لا تتجاوز 40 سنة. وحق الهواء والتعلية فوق ملك الغير، وأيضا الحق في الحبس كما قلنا بالنسبة لأراضي الحبوس والأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طبعا طبقا للفصل 10 من ظاهرة تحفيظ الحق. إذن هنا ماذا نستنتج؟ كل شخص يملك في العقار حقا من الحقوق العينية التي سبق لنا وأشرنا إليها، وهي حق الانتفاع والسطحية، الكراء طويل الأمد، حق الزينة، وحق الهواء، وحق الحبس. وأيضا أشار المشرع في المادة 10 التي قرأتها عليكم، وهو المتمتع بارتفاقات عقارية ليتمتع بحق الارتفاق كحق المرور مثلا، ولكن شريطة موافقة المالك من أجل أن يقوم بعملية التحفيظ، أن يكون هناك موافقة للمالك. أيضا رأينا الدائن طبقا للفصل 11 الذي قرأته عليكم، الدائن المرتهن الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله إذا كان دينه مضمون برهن حيازي على العقار بعد الحصول بطبيعة الحال على حكم قضائي. ثم رأينا الفصل 12 أنه خول للقاصر حتى لا يحرم من عملية التحفيظ العقاري، خول ذلك لنائبه الشرعي سواء كان وليا أو وصيا أو مقدما بأن يقدم مطلب التحفيظ باسم هذا القاصر. إذن هؤلاء هم الأشخاص الذين حددهم المشرع، وأنا تعمدت تكرار هؤلاء الأشخاص لأن كما رأينا الفصل 10 والفصل 11 والفصل 12 مجموعة من الأشخاص هم الذين يحق لهم تقديم طلب التحفيظ. كيف نقدم طلب التحفيظ؟ إذا رجعنا إلى الفصل 13 الذي عدل وتمم بالقانون 0714، أورد الفصل 13 فصل طويل جدا وفيه مجموعة من البيانات المتعلقة بكيفية تقديم مطلب التحفيظ، كيف يقدم وما هي البيانات الواجب توافرها فيه. حاولت أن أختصر الفصل 13 فيما يلي. طبعا أولا يقدم طلب التحفيظ، ويجب أن يبين في هذا الطلب اسم، الاسم الشخصي والاسم العائلي لطالب التحفيظ طبيعة الحال، أيضا محل سكناه وحالته المدنية، هل هو متزوج عزب، ونظامه المالي مع الزوج، النظام المالي للزوج الآخر، أيضا ما إذا كان جنسيته مغربي أو أجنبي. إذن هذه بيانات ترتبط بالشخص نفسه، اسمه الشخصي العائلي، حالته المدنية، جنسيته، سكنه، نظامه المالي طبقا للفصل 49 من مدونة الحقوق العينية، هل هناك طبعا هناك اتفاق على تدبير الأموال المشتركة بين الزوج والزوجة أم لا يوجد مثل هذا النظام إلى غير ذلك. إذن هناك بيانات سواء تعلق الأمر بالشخص الطبيعي أو كان الأمر يتعلق بالشخص المعنوي. إذا تعلق الأمر بالشخص المعنوي فلا بد من بيانات أيضا اسم هذه المؤسسة أو الشركة أو هذا الشخص المعنوي، الاسم والشكل القانوني لهذا الشخص المعنوي، أيضا المقر الاجتماعي لهذا الشخص المعنوي، اسم ممثله القانوني، محل تواجد الشخص المعنوي. إذن هناك مجموعة من البيانات التي تتعلق بالشخص ذاته سواء كان الشخص طبيعيا أو كان الشخص معنويا. إلى جانب هذه البيانات المتعلقة بالشخص هناك أيضا بيانات تتعلق بالعقار، بالعقار في حد ذاته،
بمعنى نوع هذا العقار، هل أراضي سقوية أم بورية، ثم ما هي مشتملاته، هل فيه بنايات وهل فيه أشجار أو هل فيه أغراس، كذلك تحديد مساحته بالتقريب، لأن المساحة من بعد غادي يحددها، اللي غادي يحددها نيشان هو المهندس الطوبوغرافي، ولكن بالتقريب يقول بأن المساحة التي أملكها بالتقريب هي 3 هكتارات أو 4 إلى آخره، إذن مساحة هذا العقار. ثم أيضا بالتقريب يشير إلى حدوده، من ماذا يحده، شرقا جنوبا غربا جيرانه، إذن يعطي وصف للعقار. طبعا أيضا عليه أن يدلي طالب التحفيظ بالنسبة لهذا العقار أن يدلي بعناوين هؤلاء الجيران، وهي مسألة مهمة جدا. علاش؟ لأنه لا بد من استدعاء هؤلاء الجيران عند عملية التحديد، عندما يقوم المهندس العقاري بعملية التحديد فالمحافظ العقاري يوجه الرسائل إلى هؤلاء للحضور في الوقت والساعة التي يتم تحديدها، إذن من أجل الاتصال بهم. إذن أيضا كما قلنا الإشارة إلى مساحة العقار بالهكتار أو بالمتر تقريبا، بالتقريب كما قلنا. إذن هناك مجموعة من الأوصاف ومجموعة من البيانات المرتبطة بالعقار، كما رأينا مجموعة من البيانات المرتبطة بطالب التحفيظ، فهناك أيضا مجموعة من البيانات المرتبطة بالعقار في حد ذاته. أيضا يشير حتى إلى مثلا إلى القيمة، قيمة التجارية للعقار بالتقريب، بالتقريب يقول بأنها قيمة ديالها في حدود مثلا 50 مليون ولا 60 ولا 100 مليون سنتيم إلى آخره، وقت تقديم طلب بالتقريب. أيضا هنا كنلاحظ واحد الحاجة بالنسبة للقيمة التجارية للعقار، عادة ما يتهرب الناس من ذكر القيمة الحقيقية للعقار تهربا من الضرائب ومن التبعات، ولكن المحافظ قد لا يقتنع بالقيمة الحقيقية للعقار، وبالتالي يقوم بإعمال سلطته التقديرية لمعرفة القيمة الحقيقية للعقار. أيضا تحديد أيضا بيان الحيازة، بيان الحيازة للعقار، هل هي حيازة إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وكان الشخص قد وضع يده من أجل أن يملكه عن طريق الحيازة، هل تتوافر شروط هذه الحيازة لمدة إلى غير ذلك. ثم يتعين في نهاية المطاف أن يقوم طالب التحفيظ بالإمضاء على طلبه أو التوقيع على مطلب التحفيظ، وطبعا إذا كان لا يعرف الإمضاء فيتعين على السيد المحافظ أن يشير إلى ذلك في 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 هذا في في هذا الملف الخاص بفتح مطلب التحفيظ العقاري. إذن الطالب التحفيظ يقوم بتسليم هذه الوثائق، ولا ننسى لابد وأن تعزز الوثائق المدلاة بالبطاقة الشخصية أو ما يثبت الهوية بطبيعة الحال كالبطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر أو غيرها من الوثائق الرسمية التي تبين هوية الإنسان. إذن بعد تسليم هذه الوثائق يسلم المحافظ فورا توصيلا، ولا ننسى أيضا أن طالب التحفيظ يجب أن يدعم مطلبه بالوثائق، وسوف نعود إلى ذلك، بالوثائق المعززة لتملكه لهذا العقار وبمجموعة من وهناك خلاف في المغرب، يقول بأنها ليست إلزامية في البداية، ولكن في النهاية لابد من تقديم الوثائق. ولكن طبعا بعد انتشار ظاهرة استيلاء على عقارات غير، وجدنا بأن السادة المحافظون يتشددون فيما يتعلق بالوثائق التي تثبت أصل التملك للعقار. إذن قلنا بعد تسليم هذه الوثائق في المحافظة العقارية يسلمه المحافظ، بالمقابل يسلمه وصلا مع إعطاء موعد لدراسة ملفه لأداء الرسوم حالة القبول أو تحرير رفض معلل إذا رأى المحافظ بأن يرفض مطلب التحفيظ، مع طبعا مع إمكانية الطعن في هذا الطلب إذا رفض طلبه.
هناك أعود إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة تقديم النسخ الرسمية للرسوم والعقود. سبق وأن أشرت منذ قليل إلى أنه لا بد وأن يدعم مطلبه بالرسوم التي تسانده والتي تؤكد ملكيته لهذا العقار. وطبقا للفصل 14 الذي ينص صراحة على ضرورة تقديمها في جميع الوثائق التي من شأنها إثبات الملكية والتعريف بها وبالحقوق العينية المترتبة عنها. وأيضا يتعين إذا كانت هناك وثائق مكتوبة بلغة أجنبية محافظ يطلب من طالب التحفيظ أن يقوم بعملية ترجمة هذه الوثائق على نفقته. تبقى للفصل 15. وأيضا الاستعانة بترجمان محلف إذا كانت محررة كما قلنا بلغة أجنبية. تبقى للفصل 15. أيضا تودع الطلبات بالمحافظة مصحوبة بطلب مستقل وموحد إذا تعلق الأمر. تبقى للفصل 16. إذا تعلق الأمر بأصحاب العقارات المتجاورة يمكن لأصحاب العقارات المتجاورة أن يقدموا طلبا مشتركا فيما بينهم، أن يقدموا طلب مشترك، ولكن كل واحد يقدم طلب خاص، وبعد ذلك في وثيقة يقومون بتوحيد طلباتهم ويقدمونه لسيادة المحافظ العقاري من أجل أن يقوم بعملية التحفيظ. وطبعا يشترط أن توقع منهم جميعا ومع إرفاق جميع البيانات المرتبطة بمطلب التحفيظ. إذن بعدما أن يقدم طالب التحفيظ إلى المحافظ العقاري هذه البيانات كلها، بيانات المتعلقة بطالب التحفيظ سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، البيانات المتعلقة بالعقار، البيانات المتعلقة بتعزيز مطلب التحفيظ من وثائق ومن أدلة ومن حجج، وبعد كل هذه الأمور كما قلنا المحافظ العقاري يسلم لطالب التحفيظ، يسلم له وصلا بذلك وبطبيعة الحال، ويعطي له رقم ترتيبيا يدرج ضمن مطالب التحفيظ، ويهيئ بعد ذلك ملخص ما يسمى بملخص مطلب التحفيظ. وهذا الملخص طبيعة الحال يتضمن مجموعة من البيانات. طبعا قدمنا طلب مفصل، والآن المحافظ يقوم بعملية تلخيص هذا الطلب المفصل بذكر اسم طالب، البيانات الأساسية المتعلقة بطالب التحفيظ، البيانات الأساسية المتعلقة بالعقار وبالحدود وبالمساحة التقريبية، وأيضا البيانات المرتبطة بالوثائق، الوثائق المدلى بها. فيحاول المحافظ أن يجمع هذه البيانات وأن يلخصها في ملخص من أجل أن يستخدم هذا الملخص في مراحل أخرى آتية سواء تعلق الأمر بالإشهار أو بغيرها من المراحل الأخرى. وبعد ذلك نشر ملخص هذا الملخص، نشر ملخص مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية، بحيث يبعث المحافظ بملخص مطلب التحفيظ إلى الجريدة الرسمية. طبعا يبعث به من قصد النشر في الجريدة الرسمية، ينشر ملخص مطلب التحفيظ في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري والتي تصدر عادة كل يوم أربعاء طبقا لظهير 1998 أو مرسوم، عفوا ليس بظهير وإنما مرسوم 1031-98 جوج بتاريخ جوج دجنبير 1998. إذن المحافظ ملخص مطلب التحفيظ يبعث بنسخة من هذا الملخص إلى الجريدة الرسمية، هذا رقم واحد، كما يبعث بملخص منه إلى مؤسسات أخرى. شكون هي المؤسسة؟ هي رئيس المحكمة الابتدائية، ثم السلطة المحلية بالنسبة للجماعات الترابية، القايد مثلا والمقاطعة، ثم البلدية والجماعات المحلية أو القروية. إذن يبعث بهذا الملخص من أجل التعليق، كما أن هذا الملخص يعلق داخل جدران الخاصة بتعليق الإعلانات داخل المحافظة العقارية. ننتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بسلطات المحافظ العقاري تجاه مطلب التحفيظ. طبعا ليس هناك نص قانوني صريح، لا قبل تعديل 2011 القانون 0714
ولا بعد التعديل، حول مراقبة المحافظ العقاري للمستندات والوثائق عند تقديم طلب التحفيظ. نعم، في مرحلة تأسيس الرسم العقاري يلزم إلزاما على المحافظ أو ألزم المشرع المحافظ العقاري بضرورة مراقبة المستندات طبقا للفصل 72 كما عدل وتمم بمقتضى القانون 0714، ولكن قبل ذلك لم يلزم المشرع، إلا أنه في السنوات الأخيرة هناك مذكرة السيد المحافظ العام التي وجهها إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية عبر التراب الوطني بضرورة الاحتراز وضرورة الانتباه إلى طلبات التحفيظ، لأن أحيانا تكون هناك طلبات تحفيظ رامية إلى الاستيلاء على عقارات الغير. ولذلك بعد الرسالة الملكية التي وجهت إلى السيد وزير العدل والحريات المتعلقة بظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أقول بعد ذلك اتخذت مجموعة من التدابير، ومن بين هذه التدابير الاحترازية وهو الانتباه إلى مطالب التحفيظ التي تقدم، والتي قد يكون الغرض منها غرضا كيديا، غرضا من أجل الاستحواذ على عقارات الغير. ولذلك المحافظ العقاري يتأكد ابتداء وانتهاء من البيانات الأساسية المرتبطة بعملية طلب التحفيظ العقاري، خاصة ما تعلق منها بالرسوم، رسوم أصل التملك، وهل هو رسم عدلي أو توثيقي أو لفيفي أو عن طريق الحيازة إلى آخره من أسباب كسب الملكية. المحافظ ملزم كما قلنا إذن الفترة الأخيرة بضرورة التأكد من هذه الوثائق، ولذلك يتعين على طالب التحفيظ إرفاق طلبه بجميع هذه الوثائق، خاصة الوثائق التي تساند وتؤكد وتعزز مطلب التحفيظ. والقضاء يسير في هذا الاتجاه، وهناك عدة اجتهادات قضائية تسير في هذا الاتجاه إلى جانب كما قلت لكم مذكرة السيد المحافظ العام. انتقل بكم بعد هذه المرحلة، مرحلة تقديم مطلب التحفيظ، وسلطات المحافظ بشأن مطلب التحفيظ بالقبول أو بالرفض. في حالة الرفض يمكن الطعن في طلب المحافظ العقاري برفض طلب التحفيظ كما قلنا. بعد ذلك أن المحافظ سبق ورأينا بأنه يقوم بملخص لمطلب التحفيظ يضمنه هذه البيانات الأساسية المتعلقة بطالب التحفيظ، هويته، اسمه، نظامه المالي، ثم البيانات المرتبطة بالعقار في حد ذاته، ثم بعد ذلك الوثائق والسندات المؤيدة لطلب التحفيظ. أقول هذا الملخص الذي يجريه المحافظ العقاري بعد ذلك يبعث به إلى الجريدة الرسمية، ثم بعد ذلك تأتي ما يسمى بعملية الإشهار. إذن نتناول أولا عملية الإشهار، ثم ننتقل بعد ذلك إلى عملية التحديد. مسطرة التحفيظ العقاري، أولا الإشهار. مسطرة التحفيظ العقاري تمر بمرحلتين هامتين قبل اتخاذ المحافظ على الأملاك العقارية قراره بالتحفيظ العقاري. قرار المحافظ بالتحفيظ قرار خطير جدا. لماذا؟ لأن هذا القرار اعتبره المشرع المغربي قرار نهائي غير قابل لأي طعن، ولذلك لا يمكن الطعن في قرار المحافظ العقاري بتأسيس الرسم العقاري، حتى إذا كان هناك ظلم، حتى إذا كان هناك ثبت بأن الملك ليس ملك الذي حفظ فيه العقار، فيمكن للطرف المتضرر أن يرفع دعوى التعويض، وهذا موضوع آخر سوف نعود إليه بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرات المقبلة. إذن وأقول بأن عملية التحفيظ العقاري تمر أو مسار التحفيظ العقاري كما قلت تمر بمرحلتين هامتين قبل اتخاذ المحافظ على الأملاك العقارية قراره بالتحفيظ، ويتعلق الأمر بعملية الإشهار وعملية التحديد. وعيد، عمليتين هامتين خطيرتين أساسيتين في مسطرة التحفيظ العقاري، وهي عملية الإشهار publication وكذلك عملية التحديد. الإشهار، عملية الإشهار نظمها الفصلان 17 و18 من ظهير التحفيظ العقاري، وهو ما يسمى بالإعلانات والتحديد ووضع التصميم. يقوم
المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل 10 أيام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير مرخص له، يعمل على نشره في الجريدات الرسمية ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة، وبعد نشر المرخص المذكور يحرر داخل أجل 2 شهر من تاريخ هذا النشر إعلانا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد. هذا الفصل 17 من ظاهرة التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه. إذن الإشهار نقصد به العلانية، إخبار الناس. التحفيظ لا يتم بشكل سري، لا بد من الإشهار. علاش؟ لماذا الإشهار في عملية التحفيظ العقاري؟ لأن كما قلنا التحفيظ العقاري مسألة خطيرة، ننتقل من عقار غير محفظ إلى عقار محفظ، وعندما يصبح العقار محفظ فسبق ونشرنا إلى أن قرار المحافظ بإنشاء الرسم العقاري قرار نهائي. إذن حتى لا يتم الاعتداء على أملاك الغير، حتى لا يتم أي سطو، حتى يكون الجيران والناس وكل من له علاقة بموضوع التحفيظ العقاري يكون على علم وبينة، فلا بد من إشهار عملية التحفيظ العقاري تشار بالجريدة الرسمية كما سبق وأن رأينا. وأيضا رأينا بأن الإشهار هناك وسائل أخرى للإشهار، والوسيلة التي اعتمدها المشرع المغربي على الشكل التالي: أولا كما قلنا الجريدة الرسمية طبقا للمادة 17، المحافظ بعد وضعه لمرخص مطلب التحفيظ داخل أجل 10 أيام من تاريخ إيداع المطلب يبعث كما رأينا بهذا المرخص إلى الجريدة الرسمية، والجريدة الرسمية تقوم بنشر مرخص مطلب التحفيظ. إن الجريدة الرسمية هي الجريدة التي تنشر فيها القوانين، تنشر فيها المسائل الرسمية للدولة المغربية، ولذلك فما ينشر فيه يوثق فيه، وبالتالي الناس يكونون على علم بما ينشر في الجريدة الرسمية بأن مسألة هامة وخطيرة، ولذلك النشر في الجريدة الرسمية مسألة أساسية. ولكن هناك من يعيب على أن النشر في الجريدة الرسمية لا يجعل كافة الناس على علم واطلاع، لأن القليل من الناس من يقدم على شراء الجريدة الرسمية أو تتبع الجريدة الرسمية، ولذلك فالوسيلة اللجوء إلى الجريدة الرسمية، نعم المؤسسات، الإدارات، الشركات الأخيرية، يعني تكون رجال القانون، القضاة، المحامون، أساتذة الجامعة، الموثقين، العدول إلى المهن القانونية والقضائية إلى غير ذلك، نعم قد يكونون على علم بالجريدة الرسمية، ولكن عموم الناس ليسوا على علم بالجريدة الرسمية ولا يطلع عليها الكثير من الناس. الوسيلة الثانية لعملية إشهار مطلب التحفيظ وملخص مطلب التحفيظ، وهو تعليق الإعلان لدى عدة مؤسسات وجهات. أولا يعلق هذا ملخص ديال مطلب التحفيظ داخل المحافظة العقارية نفسها، محافظة طبيعة الحال لزبناء المحافظة العقارية، هناك من يدخل ويخرج ويقرأ الإعلانات بأن هناك مطلب للتحفيظ سوف تحفظ أرض المسمات فلان فلانية إلى آخره، فهذا المطلب إذن يجعل الناس رواد المحافظة العقارية. ثم أيضا هناك أن المحافظ العقاري يبعث بهذا المرخص إلى رئيس المحكمة الابتدائية لكي يعلق هذا الإعلان داخل أروقة المحكمة في الجناح المخصص للإعلانات الإدارية. ثم أيضا يبعث المحافظ بملخص مطلب التحفيظ إلى ممثل السلطة المحلية، رئيس المجلس الجماعي أو رئيس المجلس أو القيادات حيث يعلق فيها هذا مطلب التحفيظ، حتى يتمكن الناس من الاطلاع على مطلب التحفيظ. ثم هناك وسيلة أخرى لتحقق الإشهار والعلانية هو الاستدعاء الشخصية، فالمحافظ يوجه دعوات شخصية إلى كل من يرى بأن له مصلحة أو له علاقة بالعقار مطلوب تحفيظه من جيران وغيرهم، وسوف نرى بأن هذا الإجراء إلزامي في عملية التحديد، بحيث يحضر كل من له علاقة ويبلغون بعملية التحديد، ولذلك
إذن إيصال المعلومة إلى الجيران وإلى كل من يرى المحافظ بأهميته في حضوره، ويكون على علم بأن هناك مسطرة جارية لعقار معين. كل هذا مسألة مهمة جدا، خاصة تبقى للفصل 19 من ظاهرة التحفيظ العقاري، حيث يتوجه الاستدعاء للحضور إلى طالب التحفيظ، إلى المجاورين، إلى المتدخلين، إلى أصحاب الحقوق العينية، إلى غير ذلك. هناك وسيلة أخرى أكثر شعبية للإعلان عن مطلب التحفيظ، وهي الإعلان في الأسواق. تبقى للفقرة الأخيرة من المادة 18، يقوم ممثل السلطة المحلية كذلك بإشهار ملخص المطلب والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفوذه إلى يوم التحديد. هنا هذه الوسيلة كانت منتشرة كثيرا في وقت من الأوقات، بحيث ينادي الشخص في السوق العمومي، وعادة ما الأسواق تكون أسبوعية ويحضرها جمهور غفير من الناس للتبضع ولشراء حاجياتهم، ولذلك فهي مناسبة لوجود جمهور كبير من الناس، حيث يتم إبلاغهم عن طريق المبرحين والمقدمين الشيوخ وغيرهم الذين يقومون بما يسمون بالبراحة. وعباد الله سمعوا ما تسمعوا غير الخير، راه فلان فلاني كيحفظ الأرض ديالو الواقعة في كذا كذا، ولذلك فهذه الوسيلة ربما أكثر فعالة، وفي الحقيقة هي وسيلة مهمة. وحاليا ألا يمكننا أن نتحدث عن وسائل التكنولوجيا المعاصرة لإعلان عن مطلب التحفيظ والإشهار لتحقيق عملية الإشهار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الواتساب، إلى آخره من وسائل التواصل الاجتماعي؟ لما لا، لكي يكون الناس على علم. المهم أن نحقق أكبر عدد ممكن من الإشهار لعملية التحفيظ العقاري. بعد هذا ننتقل بكم بعد عملية الإشهار التي سرأينا بأن هناك مجموعة من المؤسسات التي تقوم بعملية الإشهار والتي يحرص المحافظ العقاري على تبليغها بمرخص مطلب التحفيظ من أجل القيام بهذه العملية، انطلاقا من المحافظة العقارية نفسها التي يعلق فيها مطلب التحفيظ، وانتهاء بالمبرحين في الأسواق، ومرورا بالقيادات وبالجماعات المحلية وبالمحكمة الابتدائية كما سبق وأن رأينا. إذن عملية التحديد هي عملية هامة جدا، وسبق وأن أشرنا إلى أن هذه العملية عملية التحديد لا تقل أهمية عن العمليات الأخرى، بل هي ربما هي أخطر عملية في مسطرة التحفيظ العقاري. عملية التحديد عملية خطيرة، هي العملية التي تحدد المساحة الحقيقية للعقار، وعملية التحديد تصاحبها مجموعة من الإجراءات، وترتبط بما سبق وأن أشرنا إليه بالإشهار. ولذلك فإن أول عملية تلي نشر ملخص مطلب التحفيظ في الجريدة الرسمية والتعليق لدى الجهات الإدارية والقضائية هو تعيين تاريخ التحديد. فطبقا للفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديد، وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد تحت مسؤوليته بحضور طالب التحفيظ. يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية شخصيا لهذه العملية بواسطة عون من المحافظة العقارية، أو بالبريد المضمون، أو عن طريق السلطة المحلية، أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ. من يستدعي؟ طالب التحفيظ، المجاور والمبين في مطلب التحفيظ، المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية. وتتضمن هذه الاستدعاءات الدعوة لحضور عملية التحديد. وبعد ذلك تأتي المادة الفصل 20 كما عدل وتمم بالقانون 0714،
ينجز التحديد في التاريخ والوقت. يقوم المهندس مساح التوبرا في المنتدى باستفسار طالب التحفيظ إلى آخره. يعاين المهندس مساح التوبرا في المنتدى بواقع الحيازة ومدتها وكذا. يضع المهندس مساح التوبرا في المنتدى للأنصاب. إذن نلاحظ بأن عملية التحديد هي عملية هندسية منظمة بمقتضى ظهير التحفيظ العقاري. وقد تدخل المشرع مرة أخرى بتنظيم عملية التحديد بتوسيع دائرة الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية في سنة 2013. إذن كيف تتم عملية التحديد؟ يتم الإعلان عن التحديد بالجريدة الرسمية. يوجه الاستدعاء من طرف المحافظ العقاري، توجه الاستدعاء إلى جميع الأطراف، إلى طالب التحفيظ، إلى المجاورين، إلى كل من يعنيهم عملية التحفيظ العقاري. هناك مطبوع في المصلحة التوبوغرافية يملأ لدى هذه المصلحة لهذه الغاية، وتقوم المصلحة الهندسية ببرمجة مطلبي التحفيظ طبقا للفصل 19. طبعا قلنا طبقا للفصل 19 المحافظ يستدعي شخصيا بواسطة تعاون المحافظة أو من يقوم من يساعدهم في ذلك، أو بالبريد المضمون، أو عن طريق السلطة المحلية، أو أي وسيلة أخرى. ربما الوسيلة الأكثر فاعلية هو العون القضائي الذي يقوم بهذه المهمة. فالمحافظ يستدعي طالب التحفيظ لأنه هو معني بالدرجة الأولى للحضور عملية التحديد. وإذا لم يتمكن طالب التحفيظ من الحضور يمكن أن ينتدب من ينوب عنه بمقتضى وكالة. أيضا يستدعي المحافظ المجاورين لأن المسألة مهمة جدا، مجاورين للعقار من أجل أن يحضروا عملية التحديد حتى إذا كانت هناك تعرضات تسجل في هذه في أثناء عملية التحديد. ثم أصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم قانونا. عدم الحضور ماذا يعني؟ تأجيل التحفيظ من طرف المهندس، ولأن الحضور مسألة أساسية ومهمة جدا، فعدم حضور طالب التحفيظ أو عدم حضور أي شخص الجيران وغيرهم، المحافظ المهندس يطلب من المحافظ بأن سيتم تأجيل عملية التحديد. من يقوم بالتحديد؟ من هم الأشخاص الذين يقومون بالتحديد؟ طبقا للفصل 19 من ظاهرة التحفيظ العقاري كما عدنا وتمنينا، ينتدب المحافظ العقاري مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري. إذن نحن نعلم بأن المحافظة العقارية تتكون من شقين: الشق القانوني اللي فيه المحافظ والمحافظين الآخرين، المحافظ رئيس مصلحة ونائبه والمحافظون، المحافظ المكلف بالتحفيظ بالمستعارة إلى غير ذلك، وكل من يساعده في عملية التحفيظ العقاري من موظفين ومن مستخدمين يسمونه بالمستخدمين. وأيضا الشق الثاني هو الشق التقني، الشق الهندسي، وهي المصلحة التوبوغرافية سيرفيس توبوغرافيك في داخل المحافظة العقارية. هناك مصلحتان متوازيتان بالنسبة للمحافظة العقارية. إذن ينتدب المحافظ ماذا ينتدب؟ مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا لدى جهاز المسح العقاري. يجب أن يكون المهندس مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. ينجز تحت مسؤوليته عملية التحديد بحضور طالبي التحفيظ. طبعا كما قلت لكم في 2013 وبتاريخ 30 دجنبير أصدر المشرع القانون رقم 1297، أصدر مادة فريدة حول لتوسيع دائرة الأشخاص الذين يقومون بعملية التحديد أمام قلة المهندسين الطبوغرافيين. فالمشرع رأى بأن يوسع الدائرة لتسهيل المأمورية. وإذن نجد بأنه هؤلاء الأشخاص يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينتدب لعملية التحديد المشار إليه في الفصول المذكورة مهندس المساح توبوغرافي محلفا ينتمي لمصلحة المسح العقاري. كما يمكن لهذا الأخير أن يكلف أحد العاملين المؤهلين التابعين له لإنجاز عملية التحديد، ويحدد ذلك بنص
تنظيمية، جوج مهندس مساح توبوغرافي المحلف الذي ينتمي لمصلحه المسح العقاري، المهندس المساح التوبوغرافي الذي ينتمي للقطاع الخاص المسجل بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين، التقنيون التوبوغرافيون المرسمون، المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقارية. إذن ها أنتم رأيتم أبنائي وبنات الطلبة بأن اللائحة أصبحت واسعة، ليس فقط المهندس المساح الذي يشتغل في الإدارة، بل يمكن المهندس المساح في القطاع الخاص المحلف والمنتمي لهيئة المهندسين المساحين التوبوغرافيين، يمكن له ولو كان ينتمي للقطاع الخاص، ولكن يكون يشترط أن يكون مسجلا لدى الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين التوبوغرافيين. تقنيون التوبوغرافيون اللي كيديروا واحد التكوين، وبعد ذلك كيصبح تقني توبوغرافي يمكن له أن يقوم بعمليات التحديد، ويشترط أن يكون تقني توبوغرافي مرسم. وأضاف المشرع أيضا، أضاف المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاري، يجب أن يكون تابعين لمصلحة المسح العقاري، وهنا نضع علامة استفهام من هم هؤلاء المحلفون الذين يمكنهم أن يقوموا بعملية التحديد. ونحن بأننا نعلم بأن عملية التحديد عملية دقيقة، عملية هندسية، لأن المحافظ قرأ القانون وقرأ القانون المدني العقاري إلى آخره، المهندس الطبوغرافي قرأ مسائل ديال الهندسة الطبوغرافية في المعهد الحسن ديال الزراعة والبطارة، الشعبة ديال الطبوغرافية، يعني متخصص في العملية ديال هاد الشيء، هذا متخصص في هاد العملية ديال التحديد بدقة، وعنده الآلة ديالو كيعبر ويعطيك داك الشيء نيشان موزون كما هو. ولكن بالنسبة للمحلفون التابعين للمصلحة، يعني هناك من يقول بأنه لست أدري مدى نجاعة هؤلاء المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاري، وهناك بعض التخوف. إذن هنا نلاحظ بأن المشرع سواء في ظاهر التحفيظ العقاري المعدل بمعدل بمقتضى القانون 0714 في الفصل 19، أو التعديل الذي لحق في سنة 2013 بتوسيع دائرة الأشخاص الذين يتدخلون في عملية التحديد، نجد بأن هناك عدة أشخاص من أجل القيام بعملية التحديد، لأن عملية التحديد يقوم بها أشخاص محددون هم من لهم كفاءة مهنية ولهم دراية، لأن المسألة مسألة هندسية، مسألة تتوقف على آلات معينة، وهناك آلات جد متطورة حاليا للقيام بهذه العملية. إذن فالمهندس المساح الطبوغرافي لم يعد الشخص الوحيد الذي يمكن له التابع لمصلحة الهندسة العقارية، الهندسة في المحافظة العقارية، بل يمكن الاستعانة بأشخاص آخرين. وطبقا للفصل 20 يتعين إنجاز التحديد في التاريخ والوقت المحدد، وطبعا أحيانا قد لا يتأتى للمهندس الطبوغرافي أو من يقوم التقني أو غيره من يقوم بعملية التحديد أن ينجز عملية التحديد لوجود صعوبة في عملية التحديد، لأن بحضور هؤلاء الأشخاص، بحضور الجيران، بحضور أصحاب الحقوق العينية والارتفاقات وكل من يعنيه الأمر التحديد العقار، قد تحصل أثناء عملية التحديد بعض المناوشات، ولذلك يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أن يسخر القوى العمومية بطلب من المحافظ العقاري بناء على طلب الذي تقدم به المهندس الطبوغرافي من أجل فك هذه الخصومة وفك هذا النزاع. وطبعا وعند الاقتضاء كل من له المصلحة في ذلك يمكن أن يطلب تدخل القوى العمومية حتى لا تتحول الأمر إلى خصومات قد لا يحمد عقباها. أيضا المهندس المساح من حقه أن يستفسر الأطراف ويستفسر المجاورين، المعارضون، أصحاب الحقوق العينية والتحملات، وأن يستفسر عن واقع الحيازة، مدة الحيازة، عن حالة العقار. يمكن المهندس المساح أن يجري جميع الأعمال التي يراها مناسبة، والمهندس المساح يقوم بوضع الأنصبة التي قد تكون محل التعرضات، ويضع تصميما مؤقتا، فالأمور قد تمر بدون مشاكل، ولكن أحيانا قد يضطر المهندس المساح إلى توقيف عملية التحديد نظرا لوجود بعض المشاكل المصاحبة لأثناء عملية التحديد. إذن في عملية التحديد المهندس الطبوغرافي الذي يقوم بإنجاز التحديد المؤقت لابد أن يتأكد من الأسماء الشخصية والعائلية للحاضرين،
ومن طالبي التحفيظ أو من ينوب عنه، وأن يشير إلى مميزات هذا العقار وما يحتويه من أغراس وبنايات وأشجار وغير ذلك، وإذا كانت فيه مجاري أو حقوق ارتفاق أو أعمدة كهربائية أو ماء أو بنايات، ووصف هذه الأنصبة وعددها، وكذلك الوثائق المدلى بها والوكالات التي قد يتم الإدلاء بها، وكل هذه الاتفاقات، وأيضا كل ما قد يحصل أثناء عملية التحديد يقوم المهندس بتدوينه ويقوم بالتوقيع في محضر خاص لهذه الغاية. قد يلغى التحديد. متى يلغى التحديد؟ طبقا للفصل 22 إذا لم يحضر طالب التحفيظ أو من ينوب عنه يلغى التحديد. أيضا إذا لم يدلي بعذر داخل أجل شهر من توصله بالإنذار. إذا تعذر إجراء التحديد لمرتين متتاليتين متتابعتين لوجود نزاع حول الملك. الفصل 23 من ظاهر التحفيظ العقاري كما عدل وتمم يعتبر مطلب التحفيظ لاغيا في هذه الحالة. وإذا المحافظ العقاري بعد إنجاز عملية التحديد يرفع إليه المهندس الطوبوغرافي هذا المحضر، وبالتالي فيتم المحافظ بنشر وتعليق الإعلان بالتحديد، وينشر الإعلان داخل أجل 4 أشهر الموالية للتحديد النهائي. إذن هنا ها أنتم رأيتم أبنائي وبنات الطلبة بأن عملية التحديد عملية هامة جدا، والتي يقوم بها هذا المهندس المساح الطوبوغرافي أو من حددهم المشرع للقيام بهذه المهمة. إلى هذا الحد أتوقف، إلى المحاضرة المقبلة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.